السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم متابعين الكرام بكل خير. نحييكم من أبها البهية ومن سنابكم سناب أبها ناوة، تحديدا من أمام مستشفى عسير لتغطية لمركز لقاحات كورونا كوفيد 19 والذي تم تدشينه يوم أمس بمنطقة عسير أسوة ببقية مناطق المملكة. في هذا المركز راح يتم استقبال المستفيدين لأخذ جرعات اللقاح بمشيئة الله، وراح نكون معكم في جولة مختصرة على الخدمات اللي يقدمها المركز، فخلوكم معنا. طبعا المركز مقابل مستشفى عسير، هناك مستشفى عسير المركزي، مركز اللقاحات مقابلة بالضبط هنا المواقف المخصصة، في مواقف مخصصة للمعاقين أو ذوي الهمم، وهنا المواقف ما شاء الله تبارك الله مساحة جيدة تتسع عدد كبير من السيارات. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا منطقة الاستقبال، استقبال المستفيدين من اللقاح والفرز البصري زي ما انتم شايفين. بعد كذا يتوجه المستفيدين الى التسجيل في المنطقة الخلفية، ان شاء الله راح نغطيها لكم برضو ونستكمل معكم تغطيتنا. طبعا من الضروري الالتزام بالاحترازات، ارتداء الكمامات بالإضافة إلى تطبيق توكلنا للدخول للمركز. والحمد لله الله يديم ستره علينا وعليكم على المسلمين. امين ان شاء الله. ويديم المسؤولين ويسر امرهم ويجعلهم حق. امين ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. ويعطيك يا ابو الله يحفظك ان شاء الله ويسر امركم. كثر خيركم يا ابو. طيب حياكم الله جميعا في مركز لقاحات كوفيد بمدينه ابها. طبعا احنا عندنا عاده اربع مناطق. المنطقه الاولى اللي هي منطقه الاستقبال والتسجيل، احنا في هذه الان في هذه المنطقه منطقه الاستقبال والتسجيل. طبعا التسجيل في البدايه يكون عن طريق تطبيق صحتي للمواطنين وعن طريق تطبيق انا للممارسين الصحيين، بعد ذلك تاتي المواعيد تبعا للمسجلين. اول ما يحضر راغب التطعيم او المستفيد يتم طبعا التاكد من موعده عبر الباركود، وبعد ذلك منطقه الفرز البصري، وبعد ذلك يأتي إلى منطقة تسجيل الوصول. لو تلاحظون هذه رحلة المطاعم في المركز. الوصول بعد ذلك في الفرز البصري، وبعد ذلك نحن هنا الآن في منطقة التسجيل. يتم التأكد من الهوية وأيضا من الموعد عبر الباركود. طبعا احنا الآن في المنطقة الثانية اللي هي منطقة الانتظار قبل التسجيل. بعد التسجيل يأتي المراجع إلى هذه المنطقة، ينتظر دوره على حسب ما يظهر هنا الآن في الشاشات، يظهر رقم التذكرة وأيضا رقم العيادة. لما يسمع الصوت النداء العالي يتوجه للمنطقة الثالثة واللي هي منطقة التطعيمات. في منطقة الانتظار احنا طبعا عندنا 11 غرفة انتظار، بمعدل كل غرفة 4 كراسي نضمن فيها التباعد الاجتماعي، فتقريبا عندنا 44 كرسي انتظار. طبعا في الساعة يأتي الأعداد الكبيرة، أيضا ممكن هنا ما ينتظر أكثر من دقيقتين أو ثلاث. في المنطقة الثالثة اللي هي منطقة التطعيم، كما يظهر في اللوحات منطقة التطعيم، أيضا هذه اللوحات الإلكترونية، الشاشات الإلكترونية يظهر فيها رقم التذكرة. بعد النداء الآلي يأتي المراجع أو المستفيد إلى هذه المنطقة،
ولو تلاحظون انه ايضا في كل المناطق مسجله رحلتك اليوم، فاحنا طبعا كنا في المنطقه الاولى اللي هي منطقه الوصول والتسجيل، ثم بعد ذلك منطقه الانتظار، احنا الان في منطقه التطعيم. منطقه التطعيم مجهزه بكامل التجهيزات الطبيه وايضا التجهيزات الالكترونيه. ايضا في هذه المرحله بعد ان يتم التطعيم يتم ايضا تسجيل المطعم على نظام صحه، ولا يمكن ان يتم تطعيم احد الا بعد تسجيله، لانه بعد ان يحصل باذن الله على الجرعه الثانيه يحصل ايضا الكترونيا من تطبيق صحتي على طبعا مقابل غرف التطعيم. منطقه تحضير اللقاحات مجهزه بالثلاجات الخاصه لحفظ اللقاحات. هذه المنطقه طبعا محظورة، لا يدخلها إلا فقط العاملين في منطقة التحضير فقط لضمان عدم انتشار العدوى أو الكونتامينيشن بالنسبة للقاحات. طبعا الأخ إبراهيم هو المسؤول طبعا عن هذه المنطقة، واللقاحات تأتي في عهدة الأخ إبراهيم. شكرا لك أخ إبراهيم. حنا الآن في المنطقة الأخيرة، المنطقة الأخيرة اللي هي منطقة الاستراحة بعد التطعيم، وكما يظهر أيضا في كامل رحلة المطعم يظهر له الآن أنه هو طبعاً في منطقة الاستراحة. يتم الانتظار في هذه المنطقة 15 دقيقة أو في بعض الحالات إلى 30 دقيقة. بعد أن يمر هذا الوقت طبعاً نودع المطعمين كما استقبلناهم بالحب والترحاب، يتم أيضاً توديعهم بالورود. لذلك أنا بعطي كل واحد فيكم اليوم وردة، وردة يعني خلنا نقول يعني محبة بإذن الله، لا يتم كما يعني يتم توزيعها مع المطاعم. شكرا لكم جميعا وشكرا لحضوركم هذا اليوم. شكرا لكم. حياكم الله. نتواجد الآن في مركز اللقاحات بمدينة أبها. هذا المركز بدأ أعماله من يوم أمس واستقبل المستفيدين المسجلين في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا. طبعا المركز يعمل الآن من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 مساء. بإذن الله تعالى في الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أعداد المستفيدين الذين يتم استقبالهم في المركز، كذلك زيادة في عدد ساعات العمل. نحث الجميع وندعو الجميع إلى المبادرة في التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا، ونشكركم جميعا على زيارتكم. كم عدد المراكز في منطقة عسير؟ الآن المركز الذي يعمل هنا الآن هو مركز مدينة أبها. لدينا مركز كورونا في محافظة محايل جاهز، وبإذن الله تعالى يتم تشغيله قريبا. هناك خطط للتوسع بشكل تدريجي بإذن الله تعالى في أعداد المراكز في المنطقة. الجهات المتعاونة في المركز؟ هناك العديد من الجهات، على رأسها مقام أمارة منطقة عسير داعمة لجميع الجهود التي تمت، كذلك جميع الجهات التي يتطلب يعني أن يكون لها جهود مشاركة معنا، لمسنا منهم تعاون كبير جدا وفعال. إلى هنا متابعي الكرام وصلنا وياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. صراحة مركز جميل متكامل مجهز بأحدث التقنيات. الشيء اللي شفناه يثلج الصدر للأمانة، ولو أخذنا رأي صاحبنا سليمان المالكي جاي يخرب عليك. إيش رأيك المركز للأمانة؟ والله شيء جميل، أنا بغطت هنا. الله يعطيك العافية حبيبي، شكرا لك، شرفتنا. يعطيكم العافية، نشوفكم إن شاء الله في تغطيات أخرى قريبة قادمة. نحث الجميع على تسجيل في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح، وإن شاء الله تشوفون العافية.